الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله. أنت كما أثنيت على نفسك عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الرحمة، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الرحمة، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الرحمة، اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والرياء، اللهم طهر قلوبنا من النفاق والرياء. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من الذين أنعمت عليهم، اللهم لا تجعلنا من الذين غضبت عليهم ولا الضالين، اللهم لا تجعلنا من الذين غضبت عليهم ولا الضالين. اللهم اهدنا جميعا إلى سواء السبيل، اللهم اهدنا جميعا إلى صراطك العزيز المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ولقاء الله نصيبا وجنة الفردوس مقاما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى من خوفك، ومن عين لا تدمع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب. يا الله مر گناہوں معاف فرما، يا الله ہماری لغزشوں کو معاف فرما، يا الله ساری امت کی حفاظت فرما. اے میرے مولا، اسلام کی آبیاری فرما، اسلام کے جھنڈے کو بلند فرما، ساری دنیا پر اسلام کو غالب فرما. يا الله اسلام کو غالب فرما، يا الله اسلام کو غالب فرما، يا الله کفر کو مغلوب فرما، يا الله کفر کو مغلوب فرما، يا الله تاغوتی طاقتوں کو نیست و نابود فرما، يا الله تاغوتی طاقتوں کو نیست و نابود فرما، يا الله ساری امت کی حفاظت فرما، يا الله ساری امت کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما. اے میرے مولا، روح زمین میں جتنے بھی انسان اور جنات ہیں، اے الله بے شک تو ان سب کا خالق و مالک ہے. اے میرے مولا، سب کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما، سب کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما، تمام مدارس کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اس ادارے کو قبول فرما، یا اللہ اس ادارے کی محنتوں کو قبول فرما. اے میرے مولا، اس کے فیض کو فیض عام فرما. یا اللہ قیامت تک اس کی حفاظت فرما، يا الله قیامت تک اس ادارے کے فیض کو جاری و ساری فرما. اے میرے مولا، ہم سب کو اخلاص عطا فرما. يا الله اخلاص عطا فرما، يا الله اخلاص عطا فرما. اے میرے مولا، ساری امت کی حفاظت فرما، يا الله ساری امت کی حفاظت فرما، يا الله حرمین شریفین کی حفاظت فرما، يا الله بیت المقدس کی حفاظت فرما، يا الله بیت المقدس کی حفاظت فرما، يا الله ساری امت کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، يا الله امت کے علماء کرام کی حفاظت فرما، مشائخ عظام کی حفاظت فرما، حفاظ کرام کی حفاظت فرما.
اے میرے مولا، جو بھی جہاں بھی دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، یا اللہ تو ان سب کو جانتا ہے، اے میرے مولا ان سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ان سب کے کام میں برکت عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان عليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.